في الحقيقة يعني تفاعلنا مع أشغال المجلس في إطار دورته 49 كان يتعلق أساسا بقضية من القضايا الشائكة التي فعلا تلطخ الوجه الحقوقي للصحراء ككل وبمخيمات تندوف بشكل خاص، وهي تتعلق بتجنيد الأطفال القاصرين في النزاعات المسلحة والأعمال العدائية. هذا الموضوع كان دائما يتم التطرق له بشكل محتشم من طرف المنظمات الحقوقية على اعتبار أنه يعني يعتبر طوباوي، وأن التطرق له مثلا يخلق مشاكل على مستوى جمع المعلومات وعلى مستوى الرصد والتوثيق إلى غير ذلك، ومنظمتنا من المنظمات الرائدة في 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 رصد وتوثيق تلك الظاهرة وهذا المشكل، وعددنا تقارير في ذلك تفاعلا مع الآليات خارج دورات المجلس مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ثم كذلك يعني أتينا بحالات، وكانت آخر حالة هي موت طفل لم يتعدى السن 17، وكنا قد أشرنا إلى ذلك في ندوة نظمت على هامش أشغال المجلس، وتم قتله. لا أعرف إن كان بفعل طائرة مسيرة أو درون أو بفعل نيران صديقة أو إلى غير ذلك من الأمور. المهم أن الطفل لم يتم سنه 17، وكان مشاركا في يعني مجموعة عسكرية تابعة لعناصر أمن البوليساريو وقتل. وهذا يعني يدلل بما لا يدع مجال للشك أن تنظيم البوليساريو يجند الأطفال ويرمي بهم إلى الأعمال العدائية القتالية في الوقت الذي كان يجب أن تكون الدولة الحاضنة للمخيمات حريصة على حماية حقوق الإنسان بشكل العام، ثم الأطفال بشكل خاص على اعتبار أنهم محميون من طرف القانون الدولي. واحد، اثنين، أن الأطفال الصغار المتواجدين في المخيمات باعتبار أنهم لاجئون، للأسف شديد لا يعني يتوفرون على صفة اللاجئ وفق اتفاقية وضع اللاجئين ل 1951 والبروتوكول الملحق المتعلق بالمركز القانوني، لكن كذلك دولة الجزائر لم تقدم أي تقرير متابعة حول يعني تنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول الملحق لاتفاقية حقوق الطفل المعني بالأطفال والنزاع المسلح من 2012. وهذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك كذلك مرة أخرى أن الدولة ليست جادة في الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي اتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان. ثم كذلك أن مسألة تفويض الولاية القضائية والقانونية ما زال مستمرا، بل يتم التعنت فيه. لماذا؟ على اعتبار أنه تاريخ أو ماضي الانتهاكات الجسيمة لم يفتح بعد، ليس هناك إرادة سياسية قوية من البلد المضيف في المخيمات على كشف حقيقة ما جرى للصحراويين في تلك المخيمات، ثم كذلك تعويض وجبر ضرر الضحايا، ثم كذلك عدم العمل على عدم إفلات من العقاب لكل المسؤولين عن يعني قتل وتعذيب وإخفاء هؤلاء الصحراويون على مدى 40 سنة. المسألة الثالثة هو أن حينما نتكلم عن الفئات الهشة يزداد الأمر صعوبة وتعقيدا. لماذا؟ لأننا في حالة الأطفال المجندين نتحدث عن جرائم حرب، وجرائم حرب تقودنا بالأساس إلى العمل أو الترافع دوليا في إطار شبكات دولية وفي إطار التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية على حمل دولة الجزائر باعتبارها الدولة الحاضنة لتلك المخيمات على التوقيع والتصديق على النظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أنه لا يمكن تصور الإفلات من العقاب بارتكاب تلك الجرائم التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، دون أن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى تلك المحكمة ونيل جزائهم جراء ارتكاب تلك الانتهاكات.